6000 ليرة. أنت حر أو لا تكون، جرافيتي من أجمل الرسائل يلي انشالت عن حيطان الأشرفية للأسف، شالها مقص الرقابة، شالها يلي ما بيعرف قيمة الفن وحرية التعبير بلبنان. أكيد نحن مع إزالة الشعارات الدينية والحزبية ونحن بندعم هذا الشيء، ولكن معركتنا اليوم هي مع المقص، مقص الرقابة العشوائي. الأسبوع الماضي أخذنا وعود من محافظ بيروت أنه الجرافيتي رح ترجع تنرسم، رح انتقل هلأ مباشرة إلى منطقة التباريز بالأشرفية مطرح ما عم ترجع تنرسم الجرافيتي مع زميلنا بسام الأنطار. بسام مساء الخير. بسام. نعم جو، يعطيك العافية لك وللمشاهدين، نحن اليوم بالأشرفية. نعم تفضل. إيه نعم جو، نحن الليلة بالأشرفية أمام أحد الجدران يلي رجعت مثل ما عم نشوفها عم تتزين بعبارة كتير حلوة، أنت حر أو لا تكون. هالجرافيتي يلي نفذها فريق أشكما بدعم من جمعية مارش هي إعادة لما تم محيه من خلال حملة الشعارات السياسية يلي نفذتها بيروت، بلدية بيروت ووزارة الداخلية. معنا موجود هون الرئيس المؤسسي لجمعية مارش ليا بارودي لتخبرنا أكثر عن هذا الإنجاز، كيف صار، على أي خلفية، وشو بيعني لجمعية مارش أنه نرجع نشوف أنت حر أو لا تكون على حيطان بيروت. مصور بسام، أكيد نحن من بعد ما عملنا الحملة على السوشيال ميديا بعدنا محيون للجرافيتي وندعمنا كثير من الإعلام، اتصل فينا محافظ بيروت ودعينا لمكتبه لتصحيح هيدا الغلط، وهو قر أنه هيدا غلط صار وأنه الجرافيتي ببيروت وبلبنان لازم بالعكس ينحمى وبالعكس يتشجع ويندعم. ونحمش المحافظ مش بس دعمنا ورجع عطانا الإذن، بس كمان هو مول هيدا الجرافيتي، وحكينا كمان بآلية حتى نروج أكتر وأكتر جرافيتي ببيروت ونكترهم من دعم من المحافظة ومن البلدية. فهيدا أنا برأيي انتصار كبير لحرية التعبير وللفن وللجرافيتي بلبنان، وهيدا انتصار كمان لأنه مؤسسة رسمية عم تتعاون مع المجتمع المدني وعم تحمي حرية التعبير، يلي ان شاء الله انه هيدي خطوه ايجابيه تكون مستمره مش بس خطوه واحده. وانا بس بدي بعد اقول انه من وراء السوشيال ميديا ومن وراء الاعلام يلي كثير ساعدنا، ونشكر ال بي سي كمان على هذا الموضوع، ومن وراء الراي العام يلي كمان تحرك، عملنا انتصار. لانه بلبنان عاده نحن بنفكر انه ما فينا نغير شيء، بل الراي العام والاعلام مع بعضهم فيهم يغيروا بفتكر كثير. كثير منيح ليا عمر، قد ايه مبسوط؟ خلينا نسال. اوكي تفضل تفضل. بس ايه عمر، شفناكم محمد وعمر فريق اشكما، لكم كثير جرافيتي بيروت من نهار الجمعه بالمساء وانتم عم تشتغلوا على الجرافيتي، اليوم نحن عم نشوف اللمسات الاخيره عليها، ممكن تتخيل انه بعد تمرق شي نهار وتلاقيها ممحيه؟ ما بحس حتصير. بعرف صار في ورانا شيء، في يقول مليون سبورترز عم يلحقونا وعم بيدعموا شو عم نعمل، فبحس وين ما كان العالم حتصير تراقب، اذا انشالت حيخبرونا. لجاوبك جو، اكيد مبسوطين نحن كأشكمان لانه زدنا لوحه على مدينه بيروت، وهدفنا نحول مدينه بيروت لمتحف مفتوح لما نرسم كل الجرافيتي تبعولنا. نعم نعم، بقى في غيره 50,000 حيط والمستقبل جاي. عمر عم نشوف في ضفدع هون وايد، شو يعني ضفدع وايد بين انت حر او لا تكون؟ هي الضفدع كرتون كاركتر كثير معروف اسمه كيرميت ذا فروغ، هي دميه. عم نقول انه فيك تكون دميه او ما فيك تكون دميه، فيك انت حر او لا تكون. عم نجسد الشخص اللي منه حر، يلي ما عنده ارائه، يلي ما بيقدر يعبر عن حاله، انه هو دميه لانه عم يتحكموا فيه العالم. او فيك ما تكون هيك، فيك تكون حر بكل بساطه. شكرا بسام، وشكرا عمر كمان، وشكرا لليا، يعطيكم الف عافيه وتحيه لكم. وانا ليا معلي مساج صغير، انا بحترم اكيد وبرافو انه اعتبرتيه انتصار، ولكن انا بشوفه غير هيك، انا بشوفه واجباتهم للمسؤولين اصلا من الاساس، ما كان مفروض تنشال هيدي الشغله واجباتهم يرجعوه، ولكن بشكر محافظ بيروت انه حتى زاد على هيدا الموضوع التكاليف وهو عمل هيدا الموضوع. تحيه لكم، يعطيكم الف عافيه، وكمان يعطيك الف عافيه عمر قباني، و على أمل نشوف مزيد من هيدي الفنون على حيطان كتير بلبنان، وخاصة بمدينة بيروت، لأنه في حيطان بشع كتير بالشكل لما منطلع عليها. ليكم أحليها وكيف بتتحلى من خلال هيدا الفن المعبر.